الايرلي مورتاليتي حاجه زي 1.5% الريزلت بتاعه الريكير بتاع الكلام اتحسنت قوي. طبعا ريسك المورتاليتي في الكومبليت كانال هيبقى اكتر من البارشل كانال عشان هو عيان اوريدي هاي ريسك اصغر بكتير وكده. ريسك الكومبليت هارد بلوك اللي يحتاج يركب بيرمننت في سميكر حاجه زي 1%. رقم الصغير من العيانين حاجه زي 10% من العيانين بيطلعوا من المستشفى باتليست مودريت ليفت ايفنت بلوك. ليفت ايفنت هي واحده من اكتر الحاجات اللي تشالنجينج في العيان الكنائي. 7% من العيانين اللي بيعملوا ريبير للايفي كانال بيحتاجوا ري اوبريشن ليفت ايفنت. ريسك فاكتور بتاعه المورتاليتي وري اوبريشن منها العيانين اللي عندهم اولدر ايج ات ريبير. للعيانين اللي كان عندهم كومبليت ايفي كانال. يعني لو في عيان كومبليت كانال واتعمل له ريبير على سن سنه سنه ونص احنا دلوقتي مفترضين انه لسه ما بقاش ايزمندر صح؟ انما ستريس المورتاليتي بيزيد وده في بوسيبيليتي انه يجي له حاجه اسمها كومون هيبوتنسيف كرايسيس اتفقنا عليها اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. العيانين اللي خارجين من العمليات ب significant post operative left evaluation فاكرين اتفقنا ان 10% من العيانين بيخرجوا من المستشفى اصلا بكده فدول ريسك الاوبريشن فيهم بيزيد. العيانين اللي كانوا داخلين العمليات بسيفير ليفت ايفنت ريجيرتش الريسك بتاع الري اوبريشن حتى لو طلعوا بمايلد ولا حاجه الريسك بتاع الري اوبريشن بتاعهم بيزيد. العيانين اللي اضطرينا ما نقفلش الكيرف لحد اخره فاكرين لو هو باراشوت فالف او لو هو النيوراليف صغيره جدا احيانا انتشنالي بنسيب الكيرف ما نقفلوش. العيانين اللي كان عندهم دبل اوريفيس دول الريسك الري اوبريشن فيهم اعلى. والعيانين اللي معاهم اسوشيشن لكومبلكس كونجنتال ديزيز. العيانين اللي عندهم بارتشال ايفي كانال ريسك ان يجي لهم ايفي تيوب ستراكشر اعلى. واحنا اتفقنا علشان هو كان عنده في اس دي وهي قفلت بان الفالف نزل فالال بي تي بقى اضيق ولما بنقفل الكليفت كمان ده بيقرب حته كبيره للبدايه ال بي تي. انما كمان ريسك الليفت ايفنت ريجيرش بتاعهم بيزيد. انا كنت مستغرب الموضوع ده بس يعني في عين الكمبليت كانال هو الرايت والليفت هم على بعض صح؟ فاحنا الصراحه ممكن نغش شويه. يعني لو الليفلت بتاع التيشو بتاع الليفت ايفنت قليل ممكن نحط الباتش ناحيه الرايت فكان احنا خدنا تيشو كتير للليفت. العين اللي عنده بارتشال كانال ما ينفعش هو خلاص لزقوا في بعض ولزقوا في السبتم فانا مضطر اتعامل بالوضع اللي موجود فاهمين؟ فالعين اللي داخل بارتشال كانال وعنده سي في ليفت ايفنت ريجيرج هو ده عيان ممكن الليفت التيشو ما تبقاش كفايه. اوكي؟ واتفقنا بقى ان ديفرنت تكنيكس ليها كومبارابل ريزلتس سو لونج از ان هم ابلاي كويس يعني اذا كان السنجل باتش او التو باتش او الموديفايد سنجل باتش.